السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم حسام من قناة عالم الطيور والحيوانات الاليفة. ان شاء الله النهاردة يا جماعة معاكم في فيديو جديد، بس قبل اي حاجة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك، يعني علشان تدعمنا، احنا لسه قناة صغيرة وعايزين دعم في البداية. إيه ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا عن سوسه الريش والوقايه منها ازاي وعلاجها ايه وكل حاجه مختصه في الريش. طبعا انا جالي من فتره السوسه ديت بسبب قله اهتمام الفتره اللي فاتت بسبب نقل المزرعه، زي ما انتم كلكم شفتوا في الفيديو اللي فات. لو شفتوا في الفيديو اللي فات فكنت عامل فيديو على جوله على المزرعه بتاعتي الفيديو اللي فات، فنقل المزرعه يعني ادى الى قلت عدم الاهتمام شوية والتعب، عشان كده زي ما انتم شايفين دي سوسة الريش بسبب قلت الاهتمام والنظافة، زي ما انتم شايفين بسبب نقل المزرعة زي ما انتم شايفين. وانا اتكلم النهاردة عن علاج سوسة الريش والوقاية منها، ويعني كل حاجة تختص سوسة الريش. اول حاجة سوسة الريش بتيجي من ايه؟ سوسة الريش بتيجي من قلة عدم يعني النظافة، بسبب انك بتسيب العيش لفترات طويلة من دون نظافة وبس، يعني ده السبب الرئيسي بتاعها، يعتبر السبب الرئيسي بتاعها. وطريقة العلاج بتاعها زي ما انتم شايفين العلاج دراماتين ولوكستين، تمام؟ ما تدققوش قوي يعني في الاسماء اللي انا بقولها، لان هي مش قد كده في العلاجات يعني وكده. ده مضاد للفطريات، ده العلاج بتاع سوسة الريش يا جماعة. تاني حاجة الوقاية من العيال دوت انك تحاول بقدر الامكان انك ما تعرضش الطيور المصابة لطيور تانية، لانه معدي جدا يا جماعة، معدي جدا جدا. تحاول انك ما تعرضش، انت ممكن تاخد 1 ملي من دوت وتحطه على لتر، تمام؟ ويعني تحطه على لتر مية بخاخ وترش المكان اللي فيه الاصابة، ترش حوالين المكان اللي فيه الاصابة وترش الترش نفسها زي ما انتم شايفين دلوقتي. هوريكم ازاي هتعالج الطيور ديت المصابه بسوسة الريش. طبعا انا دي سوسة الريش في فرد واحد فاضل بس من عندي، لكن بقيت اخواته ما عندهمش، بس لازم برضو تعالجهم، لان ممكن يكون المرض فيهم بس مش ظاهر، لسه ما ظهرش، فانت تعالج الكل، ويعني حتى الاب والام كمان، علشان ايه يبقى السوسه دي قضيت عليها تماما وما تمنعش يعني حدوث اي نقل المرض او اي حاجه من الحاجات دي. هوريكم دلوقتي طريقة العلاج يا جماعة، ازاي هتعالج العصفور بتاعك وازاي تعالج السوسة ذات نفسها. بتمسك الفرد كده يا جماعة، بتمسك الفرد كده، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، اصبروا اهو، زي ما انتم شايفين بتفرد جناح العصفور بالطريقة ديت، تمام؟ بتجيب الستين البكستين وبتنقط على او الدراماتين اي حاجه منهم، بتنقط على يا جماعه مخارج الريش او يعني المناطق بتاعت الريش اللي طالعه منها، يعني اللي هي والله مش عارف اجيبها ازاي، بس على بدايه الريش، يعني بتنقط على بدايه الريش وبايدك كده، وبتعملها يا جماعه بايدك كده وبتفركها، يعني حاجه بسيطه كده علشان ايه تتأكد ان الريشة شربتها او الجلد شرب، تمام؟ طبعا انا مش هعرف اصور بالطريقة دي لاني ماسك الموبايل في ايد وماسك العصفور في ايد، وما عنديش ايد تالتة علشان امسك اللوفتين او الدراماتين، تمام؟ فما عنديش انا ايد تالتة، فايه نشوفكم بعد العلاج ان شاء الله. زي ما قلت لكم هتنقب برضو على ايه بداية الريش، يعني ما تنقطليش عيشه من تحت خالص وتقولي انت كده بتعالجه، لا انت بتنقط على زي ما انتم شايفين الحتت دي، الحتت اللي فوق ديت على بدايه الريش. هنشوفكم بقى بعد ما اعالجه ان شاء الله واحط له الدراماتيك. بعد ما خلصنا يا جدعان زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلصنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، ده بيبقى الشكل بتاعه النهائي من عند منبت الريش، بتعمل من عند منبت الريش، و
بترش. ماشي يا جماعه. وبرضو من زيادة الامان بتاخد 1 ملي من اي منتج من المنتجين دول وتحطه على 1 لتر مية وترش المكان اللي جات لك عندك فيه توش الريش عشان يعني ما تعديش اي حاجة تانية. وبكده يا جماعة نكون حلقتنا النهاردة خلصت. يا رب اكون فيكتكو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.